مرحبا بكم. ضمن سلسلة مروكان كوكينج اليوم غادي نشوف واحد الوصفة اللي هي جديدة على السلسلة. الصفة ديال كسكسو رقيق. عندنا كسكسو اللي الحبيبات ديالو رقيقة بهذا الشكل. غادي نصايبو منه الصفة. اول حاجة كنحتاجوها وهي كسكسو. كسكسو ده غادي نديروه باش يفور. عندي تقريبا هنا انا كيلو الا ربع ديال كسكسو رقيق. نحاولو نقيو ونزولو منو الشوائب. ونبداو نضيفو ليه. اول حاجة غادي نضيفو ليها وهي الماء. الماء اللي هو بارد ماشي سخون. غنضيفو ليه بشوية بشوية هكا تنرشو ونخلطو ومن بعد نوضعو في الكسكاس. من بعد ما دخلنا الماء ولا على هذا الشكل فحنا غادي نوضعوه في الكسكاس. هي طريقة الفرن اللي هي طريقة كالمعتاد، يعني كنطفوها كسكسو ثلاثة المرات. دابا غنتوه نوضعو فوق الظلمة على النار. ندو البوطة نغطيوه ونخليوه يفور. بعد مرور واحد دقيقتين تقريبا كسكسو كيفور. كناخدو نعاودو نرجعوه في الإناء ونعاودو نفس العملية. نعاودو نرشوه ثاني بالماء ونعاودو نرشوه. بعد ما شربنا الكسكسو ديالنا وخليناه يشرب لمدة 5 دقائق تقريبا، غادي نعاودو نرجعوه للكسكاس ونعاودو نرجعوه للبرمة. بعد ما فارت عندنا التفويرة الثانية بقات لينا تفويره وحده غادي نعاودو نرجعوه الكسكاس ديالنا للطريه. وضعت الكسكسو ديالي. غادي ناخذ الملحه القدر الكافي تقريبا. هذا الشكل كنذوبو في الماء. وكنخويه فوق من الكسكسو. هنا كتكون اللذة ديال الكسكسو ما بين الحلاوة والملوحة. كنضيف ليه الماء حتى كيشرب ويجينا رطب، لأن هذه التفويرة الأخرى الثالثة. فأنا من بعد ما غيشرب ليه الماء غادي نعاود نرجعو الكسكاس وهاديك هي التفويرة الثالثة. بعد ما شرب عندنا كسكسو مزيان تولى على هذا الشكل كما قلت فخصو يكون رطب لان هذه الطفيره الثالثه. غنضيف له الزبيب. الزبيب اللي عندي منقي ومغسول بالكميه اللي بغيتي. ممكن تضيفي الزبيب اكثر من هكا او اقل من هكا على حسب الحلاوه والرغبة والذوق. نضيف ليه القليل من الزيت باش يعاود يتحل عندي الكسكسو ميبقاش منه. ونحرك. نعاودو نرجعو للفوق مرة وحدة ونزولوه باش نقدموه في طبق النهائي اللي هو طبق التقديم. انا عندي الكسكسو في الكسكاس.
من بعد ما فردنا الكسكسو المره الثالثه فهو دابا واجد للتقديم. ناخذ القدر الكافي اللي غادي نقدموه. تبارك الله راه كيلو الله ربا لنا كسكاس. نجيب واحد المعلقه نخويو القدر الكافي نضيفو له الزبده قطع ديال الزبده نضيفنا الزبده نحركو باش جميع الحبات نشربو لينا الزبده. دابا غادي نضيفو سكر صحيح او سكر بلاصي يعني زعما الخول اي مغربي اللي بغى يزيد الحلاوه يزيد اللي ياكل الحلاوه. نخلطو مزيان سكر بلاصي والزبده خصو باقي سخون باش يشرب. قدموه دابا في الطبق تقديم. ممكن سيداتي تزيدي من السكر بلاصي الا بغيتي الحلاوه كتبقى هذه مساله ذوقيه. اللي باغي يزيد كياكل السكر ممكن يزيد الحلاوه. وحنا في الاول وفي الاخير فحنا غادي نعاودو نضيفو السكر من الفوق. عرفوا بان فيها الزبيب ديجا حلوه. نعاودو نضيفو لها السكر من الفوق ونزينوها بالقليل من هنا اللوز محمر ومطحون. بغيتي سيداتي ديري كاوكاو نديرو كاوكاو. انا درت اللوز وطريقه التزيين فهي كتبقى مساله شخصيه. ممكن تزيني الطبق ديالك بالطريقه اللي بغيتي. ممكن زيدتي سيداتي تزيدي القرفه اللي بغا يزيد القرفه. هذا هو الشكل النهائي ديالنا ديال كسكسو. عندنا كسكسو رقيق اللي فورناه زدنا له الماء على 3 طفيرات زدنا له الملحه في الاخير زدنا له الزبده والسكر الثقيل باش يولي لنا صفة. وهذا هو الشكل النهائي ديالنا ديال الطبق. عليا الا نقول لكم الصحه والراحه شهيه طيبه. مرحبا بكم معنا في الشانل ديالنا موروكان كوكينغ. الى عجبكم الفيديو ديالنا ديروا لنا جيم فيديو وشاركوا معنا في القناه باش يوصلكم دائما الجديد. انا ما عليا الا نقول لكم الصحه والراحه.